شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سنن الفطرة يا شيخ تقليم الأظافر وتقصير الشارب وحلقه وإنهاكه. شيخ، لو ترك الشارب أو ترك الأظافر فوق 40 يوما فهل نقول أنه ارتكب محرما حفظكم الله وسددكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لا يجوز للإنسان أن يترك شيئا من هذه الخصال، لا قص شاربه أو إحفاءه أو إنهاكه أو جزه، ولا تقليم أظفاره، ولا نتف إبطه، ولا حلق عانته فوق 40 يوما. فيستحب أن يأخذها فيما قبل ذلك، ولكن آخر شيء يجوز له أن يتركها فيه إنما هو بمقدار 40 يوما. فما زاد على 40 فإنه يعتبر آثما، لما في الصحيح من حديث أنس قال: وقت لنا في تقليم الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك 40 يوما. وقول الراوي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا له حكم الرفع، فهذا من جملة المرفوع حكما، بل إن في بعض الروايات وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فأخذها قبل 40 من الأمور المندوبة، لا سيما إذا فحشت، فإن بعض الطبائع والفطر توجب ذلك. فإن من الناس من يحتاج إلى أن يأخذ هذه الأشياء كل 2 أسبوع، فإنها متى ما فحشت قبل 40 وجب أخذها، لكن آخر مدة لا يجوز له أن يبقيها فيه إنما هو 40 يوما. فما بعد 40 يعتبر آثما يا أبا عاصم، للحديث الذي ذكرته لك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك شيخنا. يسأل أحد الإخوة وهو في كوريا الجنوبية الآن الشيخ، يقول: أنا لدي شركة الآن وأعمل فيها، ومصنع الذي يشتغل بتربية الخنازير يا شيخ يطلب منه الموظفين، فيسأل هذا الأخ يقول: هل جائز لي أن أوظف له العمال إلى هذا المصنع، علما أن الذين يوظفهم هم غير المسلمين يا شيخ، والمصنع غير المسلمين، ولكن هذا الرجل الذي يعمل في كوريا الجنوبية هو مسلم يا شيخ، ويسأل الحكم هذا، فهل يدخل هذا في التعاون على الإثم والعدوان يا شيخ؟ أحسن الله عليك. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز للمسلم أن يتعاون مع أهل هذا المصنع بأي نوع من أنواع التعامل أو التعاون. لا يجوز للمسلم أن يسعى لهم في إيجاد موظفين، لا سيما إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشرع كما هو الصحيح من قولي الأصوليين، فلا يجوز لا للمسلم ولا للكافر أن يفعل شيئا من ذلك المحرم شرعا. فتربية الخنازير وذبحها وتوزيعها على أنها تؤكل والانتفاع بشحمها كل ذلك من الأمور المحرمة، فإن لحم الخنزير محرم عندنا في الشرع، بل هو نجس، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والرجسية هنا بمعنى النجاسة. فلا يجوز للمسلم أن يسعى في إيجاد موظفين يوظفهم في هذه المصانع التي تصدر لحوم الخنزير وتوزعها، والله أعلم. شيخنا أحسن الله إليك، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال عليه الصلاة والسلام: هم شر قتلى تحت أديم السماء. والمتقرر شيخنا حفظك الله أن الخوارج بالنسبة في مقابلة حقوق الصحابة عندهم بمقابلة الرافضة هم أقرب، فلم يرد عن الرافضة مثل هذا، فهل فيه من علة شيخنا حفظك الله أو شيء خفي علينا؟ الحمد لله. لا بد أن تعلم يا أبا صالح أن الأمر الشرعي بقتال الخوارج وقتلهم ليس لكفرهم، وإنما لدفع ضررهم وعاديتهم عن المسلمين وإزالة شرهم وأضرارهم، وذلك لأن الخوارج من أعظم الفرق التي تتعبد الله عز وجل بتكفير المسلمين، فهم الطائفة التي انتشر عندهم التكفير، فلأنهم يكفرون فئام المسلمين حكاما ومحكومين، ويحكمون بأن دماء المسلمين غير معصومة، وأن كثيرا من المسلمين بسبب تكفيرهم الطائش
يعتبر حلال الدم والمال، وأن ديار وأن كثيرا من ديار المسلمين ديار حرب، فهؤلاء إنما أمرنا بقتلهم وقتالهم لدفع عاديتهم وشرهم. فليس الحديث يدل على شيء من المقارنات بينهم وبين الطوائف، لأنهم أعظم الطوائف في قتل المسلمين، أعظم الطوائف في قتل المسلمين، وأعظم الطوائف ضلالا في قضية تكفير المسلمين. ولذلك فالأحاديث تدل على الأمر بقتالهم لدفع عاديتهم ودفع شرهم وضررهم عن المسلمين. انتبه، فإن كان ثمة طائفة تفوقهم في تكفير المسلمين فإنهم يدخلون مع الخوارج في قياس الأولى، فإذا كان هذا شأن الخوارج فكيف بمن يفوقهم تكفيرا للمسلمين، وكيف بمن يفوقهم إزهاقا لأرواح المسلمين؟ فأي طائفة تعرف بأنها أشد فتكا في المسلمين من الخوارج، وأشد تكفيرا للمسلمين من الخوارج، وأشد استباحة للمال والدم المعصوم من الخوارج، فإنهم يأخذون حكم الخوارج من باب أولى. وهذا القياس يسميه الأصوليون بالقياس الأولوي، والمتقرر في القواعد أن القياس الأولوي حجة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا. هل يؤكل السلحفاة؟ وبارك الله فيك. الحمد لله، المتقرر في القواعد أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يحرمها، والمتقرر في القواعد أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على تحريم السلحفاة، فمن طابت نفسه وقويت فطرته على أكلها فإننا لا نعلم دليلا يدل على حرمة على تحريمها. فالقول الصحيح إن شاء الله أنها من الحيوانات التي لا بأس بأكلها إذا لمن قويت نفسه على أكلها، فليست هي من ذوات الأنياب ولا من ذوات المخالب، وليست هي من الحيوانات النجسة، وليست مما يوجب أكلها شيئا من الضرر، إذا ليس فيها مقتضي من مقتضيات التحريم. فمن طابت نفسه وقويت طبيعته وفطرته على أكلها فلا نجد دليلا يمنعه من ذلك، والله أعلم. شيخ، ما حكم أكل القنفذ؟ بارك الله فيك، جزاك الله. الحمد لله، لا بأس بأكله في أصح قولي أهل العلم لمن قويت نفسه على ذلك. أقول لا بأس بأكله، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والطهارة، والأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة، فمن قويت نفسه وطابت فطرته على أكله فإننا لا نجد دليلا يمنعه من أكله، والله أعلم.